نیا سال آیا ہی چاہتا ہے، اس سال کا استقبال کرتے ہیں اپنے رب کے حضور دعاؤں سے، اس سے مانگتے ہیں کہ یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیت والا، اور جو ہمارے مشکلات ہیں اس کی آسانی والا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وبالميم مغفرة وبالنون نورا وبالهاء هدى وبالواو ورعا وبالياء يسرا. يا ذا الجلال والجمال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.